السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام للتعليق عليها من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية واللي راح نقراها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. الموضوع الأول مشاهدينا الكرام سيكون عن ملف التجاوزات والبناء فوق أملاك الدولة وأراضي الدولة، وطبعا الناس تقول عكس هذا الكلام. راح نفصل هذا الموضوع بشكل أدق. طبعا نبدأ من إقدام القوات الحكومية على هدم منازل يسكنها مواطنون عراقيون في الهواشة التابعة لمنطقة الدورة في العاصمة بغداد. تبرير القوات الحكومية بسبب عمليات الهدم هو أن هؤلاء المواطنين يسكنون على أراضي ملك الدولة، يعني بالتجاوز، والأرض اللي شيدوا عليها بيوتهم ليست ملكا لهم. بالمقابل يقولون سكان المنطقة، منطقة الهواشة، أن هذه الأراضي والمنازل قد دفعوا ثمنها من مالهم الخاص. وطبعا يعني هذا الموضوع أدى بالنهاية إلى يعني مداهمة القوات الحكومية لهذه المناطق، وتخللت عمليات الهدم، أيضا اعتداءات من القوات الحكومية ضد الأهالي بعد رفضهم إخلاء منازلهم. خلونا نشوف اللقطات الأولى اللي تم تداولها من منطقة الهواشة في بغداد. هاي ولد أخذوا ناس، هاي ولد ليشهم ببيوت العالم الزراعية، أخذوا ناس يا ولد. خلي هيكون الولد اللي أخذوهم ولا؟ هاي رأس الوزراء أخذوا ولد وهسه فشوا من البيوت. تعال لا يشيلون. الله صور. يا بكبر صورتي. ها صوروا مواد شنو خد من عندهم خد بلون. لا مهتم. هذا شوف شلون شقينه؟ هذا يا ولد هذا شلون كتلوه؟ شوف هاي كتلوه شقوه، فيش بيوت زراعيه، هاي البيوت كلها فلشوه. هاي شوفوا؟ ابراهيم صور زين صور زين. ادري ادري. هاي لك شلون فلشوه؟ هاي شلون فيش بيوت زراعيه؟ ادري ابراهيم الجامع ما اخذ شيء، اعطيني بس. هاي شاف بلشوا الجامع ضربوه. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. اظهرت لقطات تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي اصابه شباب منطقه البعيثه في بغداد بسبب اعتداء القوات الحكوميه على الاهالي اثناء عمليه هدم منازلهم والسيطره على الاراضي اللي شيدوا بيوتهم عليها. خلونا نشوف هذه اللقطات. كان يسكتون كلهم مسكتون. سكتوا حتى قال انا جيب لنا امر مال عندك امر تفليش، قال ما عندي. للعامر نفسه امر حالك. امر اللي بلدي عندك قبل ما عندي. قبل تشيت على العالم تضرب بها. ما شفتك عمي بالتاريخ الحالي ما صاير. ما كلش يعني بدون امر تجي تسلي البيوت على شنو تسوي؟ استمر ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. مواطنون تحدثوا عن اعتداء القوات الحكوميه وتحديدا الشرطه الاتحاديه على اهالي منطقة الهواشة في بغداد بعد محاولة إجبار الأهالي على ترك منازلهم وهدمها، بالرغم من إثبات الأهالي امتلاكهم العقود والوثائق اللي تأكد ملكية المنازل. خلونا نشوف. الهواشة تعدوا علينا، جو قالوا احنا عندنا أمر،
الجيش وياهم، التحادية وياهم، الأمانة وياهم، أبو البلدية الدورة قسم الإزالة هم وياهم. قالوا إحنا عندنا أمر نفلش، جاوا جابونا كتب تعالوا وقعوا، تعالوا وقعوا بأن أنتوا يزيل البيت خلال 3 أيام. إحنا ما وقعنا البيت هذا، يقول لي أنت أنا قاعد بيه من صر من أجدادي إلى ما هسه، وإحنا كلنا عندنا عقود زراعية من الدولة من الزراعة، وهاي وانها موجودة عندي، هاي وانها كلها موجودة عندنا كتب، هذا العقد، هاي كلها عقود وكلها شو اسمه موجودة، هاي عندنا استنساخ وكلها موجودة، هاي وكلها رسمية، وهاي مال الفلاحين، هاي كلها مال الفلاحين عندنا، وقرار مال المحكمة، وعندنا قرار مال المحكمة موجود هنا. زين يقول انتم بيوت عشوائية، السيد محمد السوداني قايلي له هاي بيوت 15 بيت وقاعدين عشوائيين كلهم تشينكو، وما يدري هاي المنطقة احنا 3000 اكثر من 3000 بيت قاعدين عوائل، اكثر من 3000 بيت قاعدين عوائل بها، ويقولون انتم بيوت عشوائية الطبوا ولدنا قتلوهم. عندنا واحد هسه نايم بالفراش البارحة لزموه بالعصا الكهربائية ما خلى له بقى. حاتم هذا باعوا، شوفوا هاي العصا الكهربائية السووا بي ومننا نفس الحالة، هذا ظهره من وراء هسه إذا شوفكم إياه ظهره من وراء بالعصا الكهربائية، إلا وقع فردنا بعبالهم مات يلا عافوه. الأمر الفاج والضباط واتوسل بهم، وما لخوا ابني ابني ما لخوا ابن بنتي هسه نشيل اشيل نوقفه وقفه نشيل اشيل، هم الضباط والجنود مالتهم ابو الاتحاديه، لا اهل الاتحاديه اللي ضربونا، والله مع كل اهل الاتحاديه اللي ضربونا، انا هسه ولادي واخوتي ابي اشيل رجلي ما اقدر، ما على وجهه جيبوا ما راح اشوف رجلي، جيبوا ما راح اشوف رجلي شلون تكدحوني سوابيه، لا ظلت عباوا علي ولا فوطه الولاد لموني الخبيهم وتوسل بهم ما يرضون. قلت له هاي غيرتك انت مو عراقي وانا عراقية. الله يرضى انت عراقي وانا عراقية، يقول هذا هو كل شيء نسوي بكم. زين؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. ما تدري بولده ايش سوى؟ ما ادري به. الولد اللي اخذهم وينهم؟ خلي يعطونا اياهم الولد اللي اخذهم البارحة، خلي يعطونا اياهم. خلينا نطلعهم من السمعة من الثمانية خدهم ونودهم أنخبي والله حبيت بديع، والله حبيت بديع، حبي بديع ما يردون، حبي بديع بيهم وما يردون يحلون، بس حلاني سحب أحبي بيد الآمر والضابط، أحبي بديهم أقولهم بس عفونا. خلونا نتابع التعليقات اللي وردت على هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. عز الدين يقول المفروض يسمونهم حي غزة، لأن ما قاعد أشوف فرق بين ما تفعله الدولة وما تفعله إسرائيل في غزة. مروان يقول وين أهل الانتخابات؟ وين الوعود اللي قبل الانتخابات؟ وين الشيوخ؟ تعليق من الباشا العراقي يقول خلصت الانتخابات، بعد راح تبدي المشاكل. والشيخ عماد الشمر يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وين الغيرة العراقية؟ تنضرب وتنهان. الكلام عن المرأة العراقية. خلونا نشوف ونسمع مشاهدينا الكرام رأي السيد أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب حياك الله. الله محييك. تفضل يا أبو زينب. أقول لك بالنسبة لهاي الشغلة، يعني أولا هي مو جديدة، نعم. ثانيا هم هذول اللي يدعون الحرية والديمقراطية والدين والديانة وجيبة وردة. يعني أجيب لك مثال بسيط، مناخذ بغداد، خل أقول لك عن نجف لناني مباشر وياها. من 2003 إلى الآن ما خلوا دائرة حكومية ما باقوها، والفتوى الشرعية اللي هم يعني طلعوها الكلاوات شنو يابه؟ مجهولة المالك. بشرفك معسكر تدريب النجف واي معسكر بالعراق مجهول المالك لو تابع لوزاره الدفاع. فاللي شول القاع وبنوا احد الطراز ومصور والساكنين به 90% عجم والباقيين افغانستان وهنود وباكستان. واي عراقي يوقف يمه راسا تجي النجده تاخذه، واحنا ببلدانهم يدقون شلاليق. هاي وحده. مديرية شباب النجف تابعة لوزارة الشباب والرياضة،
لفطوها فلشوها القاع وجميع مراكز الشباب موجودة بالنجف. شو كيابة مجهولة المالك. شلون مجهولة المالك؟ مكتوب عليها وزارة الشباب والرياضة. نعم. مديرة الشرطة فلشوها سووها الجامعة الإسلامية. بالعادة بس أنا أسأل أبو زينب وحدة وحدة. بالعادة الممتلكات اللي إذا كانت فعلا لمالك ومثلا توفى وما عنده ورثة أو شيء من هذا القبيل، مو تذهب الملكية للدولة؟ هذا الشيء الطبيعي، هذا المتعارف عليه. شنو يعني مجهولة المالك بالنهاية؟ لا مجهولة المالك هي دائرة حكومية جاي أقول لك يقول مجهولة المالك. طيب أنا بس بعدين هاي أريد أناقش قضية الأراضي الزراعية، لأن هذا موضوع حقيقة مهم وده يصير بلبس عند الناس ولبس أيضا عند من يطرحون هذا الموضوع. أنه أولا بالنهاية يعني بعيدا عن جزئية مجهولة المالك اللي دي يستفاد منها المسنودين والمستثمرين والفاسدين بمحافظات هواية، لكن الأراضي الزراعية وتحديدا الموجودة في بغداد هي طبعا أراضي ملك للدولة بالنهاية، هي مال عام. بعضهم اشترى هذه بعضهم أجر هذه الأراضي من الدولة على ما يعرف بنظام المساطحة، يأخذوها 25 سنة، وطبعا أغلبهم هم المسنودين وأصحاب النفوذ، وبعدين يبيعوها مقطعة إلى مواطنين عراقيين، ذولا يجون يسكنون يتملكوها يشتروها ويبنون عليها. أنا هنا أريد أسأل، هنا الملام على تحويل أو تدمير أرض زراعية كان من الممكن أن تخدم الدولة العراقية من ناحية توفير المحاصيل وغيرها، تقع المسؤولية والملامة على المواطن اللي شيد لو على الدولة اللي سمحت بالتفريط بالأرض الزراعية. المواطن في كل الأحوال هو مستهدف وهو المتضرر والمغبون الحق. بعدين هاي مسألة الأراضي الزراعية وتجريفها وكذا وتقطيعها وبنائها واستثمارها لكلاوات، هاي هم يردون يدمرون البلد زراعيا وبعدين يحولوها الى اراضي يعني للسكن يبنوا لك اياها وكذا يعطوا لك اياها واشياء اصوليه واوراق رسميه، ورا فتره يجوك يقول لك اطلع هاي زراعيه يا هاي يعني ما سرقتها وهاي اوراقي كلها ثبوتيه واصوليه ورسميه وقانونيه وانتم اللي اعطيتوني اياها. نعم. يقول له هذا حكي يفيدك تطلع له نهدمها على راسك. ما خلاه متنزهات بدل ما يسمر حدائق عامة وساحات عامة، بدل ما يشجروها وينطوها للمواطن للترفيه عنه وعن عوائله. هل كان ليلجأ السيد أبو زينب، هل كان ليلجأ المواطن العراقي إلى البناء على أرض بهذه الطريقة اللي هي بيها من الناحية القانونية خلاف، لولا أنه ما كان عنده بديل، لولا أنه الدولة ما وفرت له بديل ملائم ومناسب للعيش الكريم؟ يعني إحنا اليوم ده نشوف كلها تجاوزات وأسعار الأمتار للعقارات الرسمية في بغداد أرقام فلكية، يعني ربما 100 متر بالمنصور أو الكرادة تشتري لك شقة يعني فاخرة في دبي، ماكو هيك منطق. يعني شنو المقومات اللي أدت إلى هذا الغلاء بحيث الناس اليوم تلجأ إلى التجاوز لأنه ماكو بديل؟ هو هذا اولا هو شنو اللجوء الى التجاوز؟ الحكومات المتعاقبه واللي تحركها الاحزاب المواليه لايران انه تضطهد الشعب العراقي تدمره نفسيا، يعني الكآبه وصلت ادنى 2000% فوق راس الانسان، فوق هذا ماكو دوله نفطيه بالعالم شعبها يسكن القبور، احنا عندنا بالنجف سكنه والقبور. نعم. مو بس التجاوز العشوائيات اللي يسولهم اياه، يعني ذاك المحافظ السابق لعنة الله عليه لؤي الياسري اذا الشفرات تهدم بيوت التجاوز اللي يسموه العشوائيات، لكن العشوائيات اللي بها عجم بها هنود بها باكستانيين بيده يوصل لهم المي الحلو ويوصل لهم الخدمات والكهرباء اللي ما ينقطع. طيب يعني هم الغاية، زين احنا عدنا من النجف من بحر النجف الى السعودية اكثر من 400 كيلو متر، يعني هاي كلها مو طول، هاي كلها مو ارض ما تصلح كلها هذه للسكن. نعم. انا اكتفي وياك بهذا القدر سيد ابو زينب من النجف، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة.
بمحافظة النجف أيضا ننتقل إلى الملف الثاني مشاهدينا الكرام، ملف القطاع الصحي في العراق. ناشط من محافظة النجف اشتكى من الإهمال الحكومي للمستشفى ناحية الحرية اللي تم افتتاحها حديثا، رغم افتتاحها حديثا لكن هو يفتقر إلى أبسط المستلزمات الطبية والعلاجية. وتحدث هذا الناشط من محافظة النجف عن معاناة المرضى خلال إحالتهم إلى مستشفيات أخرى بسبب غياب الخدمات الصحية في مستشفى الناحية. ويضيف الناشط أنه هاي المستشفى تفتح يومين فقط في الأسبوع، يومين في الأسبوع تفتح، والأمر طبعا اللي يضطر الأهالي إلى مراجعة المستشفيات الأهلية مكرهين مجبرين. خلونا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام اللي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من محافظة النجف. من عام 2015 تم تأسيس مستشفى ناحية الحرية، والآن عام 2024 بال 2023 تم افتتاح هذه المستشفى. شوف الفرق، عام 2015 تم تأسيسها، عام 2023 انفتحت. صلوات على النبي، فرحانة ناحية الحرية وابناء محافظة النجف حقيقة، لأنه ما عندنا خدمات، ما عندنا مستشفى تنقذ حياة. من 2015 تم تأسيسها، بال 23 أنا من ضمن الناس تظاهرت عشرات المرات وصيحت وقنوات اللي انفتحت فرحانين، لكن بالنتيجة شنو؟ بنادول ماكو، أي مال علاجات التهابات مال الأطفال، الناس ما تجيبها أطفالها متخربطة بالثنتين والثلاثة الصبح التهابات وما سخونة ماكو، مال كبار بالعمر مال التهابات ماكو، معظم العلاجات هي أربيل، يعني مو ماركات جيدة، البراستول والغيره بحيث ساعة وساعتين لو ياخذ العلاج لو ما ياخذ. طفل أمس طفل، ها معظم مال العلاجات الحساسية وعلاجات الالتهابات والحساسية والربو والأمراض الجلدية ماكو. شنو الموجود؟ على شنو مفتح المستشفى؟ لا حقيقة، صلوات دكتور صالح المحترم ابن عمي العزيز ومدير الصحة والباقي السادة النواب، لا تجون تتابعون العلاجات، هاي مفتوحة مستشفى وكادير محترم واخوتنا وما مقصرين وحمايات ومستشفى ووزارة الصحة تابعة. إذا كل شيء ماكو علاجات على شنو؟ أمس طفل عضل شنب اجى لهنا هو وعائلته، قالوا لهم روح المستشفى الصدر، إذا لفاف وبانديج وما أدري شنو ولقاح وبرة وديتول ما موجودة، روح وتحويل المستشفى الصدر في محافظة النجف. وصور الطفل وعضل شنب، وإحنا مناطق ريفية، فرق 35 كيلو، فرق 35 كيلو من ناحية الحرية للمركز. طفل وينزف، وشنو الخطورة يعرفون الأطباء والسادة المسؤولين بالصحة شنو معنى عضة الكلب. عندنا صالة ولادة، غير عندنا صالة ولادة، هي كاملة للأمانة كاملة، هسه أنا ما أدري شنو تجهيزاتها لكن كاملة بالمجمل أنا شايفها. فقط سبت أو واحد تفتح لأنه ماكو كادر طبي، فقط طبيبة من النجف تجي يوم واحد. زين المرأة، سؤال السيد وزير الصحة دكتور صالح الحسناوي مدير الصحة محافظنا، السادة النواب الخمسة الستة أبناء عمي أعزائي أخوتي الكرام اللي جيتوا افتتحتوا المستشفى وماطل هنا على مود قص الشريط أمام الملأ، شو إذا ماكو علاجات والمرأة بس سبت أو واحد تفتتح. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. طبعا الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية مأساة حقيقية. ننتقل إلى مستشفى آخر وهو مستشفى الزبير في محافظة البصرة. أحد المواطنين من هناك وثق خلو المستشفى من الكوادر الطبية، وأكد المواطن أن ذوي المرضى هم من يقومون بمتابعة مرضاهم بسبب عدم وجود الكوادر الطبية داخل المستشفى. وبالرغم من تقديم شكوى على إدارة المستشفى لكن هذه الشكوى لم تجد أي اهتمام من قبل دائرة الصحة في البصرة بحسب المواطن. خلونا نسمع ونشوف. السلام عليكم. طبعا هاي العناية المركزة مستشفى الزبير ماكو أي أحد، بالإضافة إلى هذا هنا عندنا مريض حالة خاصة ماكو أحد عندنا حالة طارئة، هاي بس المريض هنا وهذا أخوه موجود يمه هو اللي جاي يراقب حالته. طبعا هاي العناية المركزة مستشفى الزبير ماكو أي أحد.
نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، نوصل إلى النظافة والتعقيم داخل المستشفيات. إلى مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية، فقد صور أحد المراجعين الحيوانات أجلكم الله اللي تتجول داخل ردهات مستشفى الديوانية التعليمي، واللي يكشف سوء إدارة المستشفى وغياب المتابعة والرقابة عنها. خلونا نشوف. هل شوف بردها فاتحة هل شوف بردها فاتحة نكمل مع نفس الموضوع مشاهدينا وننتقل إلى محافظة بابل، اللي اشتكى من هناك ناشط من إهمال موقف السيارات أو الجراج التابع للمستشفى التركي في مدينة الحلة، واللي سبب تفاقم معاناة المراجعين بسبب قدرته أو عدم قدرتهم على ركن سياراتهم بالقرب من المستشفى عند المراجعة. خلونا نشوف. شوفوا يا أبا شوفوا، هاي مستشفى الإمام الصادق بالحلة أو المستشفى التركي، هذا كان جراج تجي العالم تطبق سياراتها فيه، بيوم وليلة خربوه وفلشوه جماعة المستشفى، شنو السبب ما ندري. زين هسه اللي يجي وين يطبق؟ خاطر الله وين يطبق؟ هذا كان جراج تجي العالم تطبق سياراتها فيه، بيوم وليلة خربوه وفلشوه جماعة المستشفى، شنو السبب ما ندري. نستمر ويا نفس الملف مشاهدينا الكرام، ونبقى بمشاكل القطاع الصحي وغياب الرقابة من قبل دوائر الدولة المعنية. اشتكى ناشط من محافظة البصرة من انعدام الرقابة الصحية على عمل المطاعم اللي لا تخضع للشروط ولا الضوابط الصحية، وطبعا تأثيرات هذا الأمر وانعكاساته على صحة الناس، وأيضا اللي يواجهون نفس المعاناة عند ذهابهم إلى المستشفيات للمراجعة بسبب الرداءة أو غياب التعقيم والنظافة وشروط السلامة المتبعة المفروض في كل هذه القطاعات. خلونا نشوف ونسمع. حياكم الله أعزائي المشاهدين، هسه صحة وعلاج بالمستشفيات ماكو لا بأس، قبلنا بالواقع، بالتالي الرقابة الصحية وين دوركم على المطاعم؟ جاي يقال تفض ب50,000 تفض ب100,000، دوركم وين؟ جهاز ذات العلاقة، الأجهزة الأمنية المعنية، اللجنة المشكلة، وين متابعة المطاعم؟ المركز والأقضية والنواحي، القط جاي يباع بالشارع، واللحم جاي يباع، والخيسة غزتنا، والناد جاي يسمم، مراقبة للمطاعم ماكو، هسه أسعار غالية رخيصة، هذا الشيء راجع للأمن الاقتصادي، بالتالي الناس جاي تسمم وتموت، وماكو علاج بالمستشفيات، هسه لا نروح المستشفى ونتعالج، ولا جاي أنتم تراقبون حتى تحافظون علينا، والوقاية أفضل من العلاج. فالمطاعم تايهة، البساطة مال القصر روح للكورنيش من كيفه وخيسة ووسخ، تروح القضاء شط العرب، الطب 500، الطب ما أدري وين، كل من يبيع الكيفة، بالمناطق صايرة، وصاخة، نظافة ماكو، تسمم جاي يصير، أمراض جاي يصير، يشهد الله ورسوله، الناس جاي تخابرنا، مطاعم تايهة، أكل ملوث، وسخ، رقابة صحية، دار صحة البصرة، كل أقسام وعواميد الدائرة متلكئة، أسوة المديرها. مدير هاي اللي ينظر يتابع شوية من طلعنا بعض التسجيلات والملفات، أخي حرك لازم تابع. خلونا نتابع تعليقات المشاهدين الكرام على هذه المقاطع. تعليق من محمد علي يقول: أغلب المستشفيات خالية من العلاجات، مجرد فلاجيل، أوموكسيل، سامراء، براسيتول، بروفين، الباقي شلع ماكو، وهاي طامة كبرى. زين العابدين يقول: والله وبالله بمستشفى الزبير الدكتور يكتب لك العلاج وانت بعدك ما شارح حالتك. بالقرآن صارت وياي، أثناء ما جاي أشرح حالتي وهو خلص كتابة العلاج وقال لي روح طلع عن أوبرتين، واحدة مسكن ألم والثانية ما أعرف شنو. الله يكون بالعون. يوسف يقول: والله صحة بالبصرة دمار، والموتى فلس بفلس، فهل من منقذ؟ أين حكومتنا عن هذا الإهمال؟ وعندنا تعليق من صباح يقول: يخلون المريض بدون عناية إلى أن تنقل إلى مستشفى أهلي، يجب تغيير الكادر كله، لا رقابة ولا حسيب. خلونا نسمع رأي السيدة أم ياسمين من البصرة. تفضل يا أم ياسمين، حياك الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أتمنى ورحمة الله وبركاته. شلونكم ماماتي؟ يعود عليكم خير وعافية. الله يسلمك، الله يسلمك. ويرجع بلدنا مثل الأول. إن شاء الله. أهم شيء الإصلاح. نعم. الإصلاح منه يجي من الكبار. يجي الإصلاح من الكبار وبعدين الصغار. نعم. ترتيبهم. أن الشباب اللي يخلوهم بدون شغل وعطالين بطالين، أما نعم. ينتسبون للجيش ويعيدون الجيش غلط، فلشوا الجيش يعني. فالمفروض يعاد الجيش ترتيبه، وعلى أمريكا هي ترجع الجيش. السوداني يقر قانون الخدمة العسكرية المضبوطة المنضبطة تحت قانون الدولة. يعني بس على سيدة أم ياسمين وحدة وحدة، لأنه صارت بها يعني هواي نعم تفاصيل. نعم. هذا اللي تفضلتي به. أولا نعم. أولا أولا اللي حل الجيش العراقي هي أمريكا. أي. هي أمريكا، أمريكا وبتأييد بتأييد من ذولا اللي دي يحكمون اليوم، اللي هم محمد الشيع السوداني والإطار التنسيق اللي وراء واللي وراء محمد الشيع السوداني. أي. إذا طبق التجنيد الإلزامي، السؤال هو شباب أي. العراق راح ينخرطون بجيش يصنفهم على أساس طائفي أولا، يقول لك قبل لا تدخل أنت سني لو شيعي أي. تعال، وبعدين هنا نروح للولاءات، الولاءات القيادات أي. اللي موجودة في الجيش صح. اليوم ما صاحبة عقيدة ولا ولاء للوطن، لا يبوس إيد العامري صح. ويبوس إيد الشتف الصدر ويبوس إذن المادر منه أي. فالقصد من الكلام أي. أنه لا يمكن، لا يمكن أنه نحط ذول الشباب في هكذا مؤسسة هي أصلا مخترقة وأصلا يعني ولاءها مشتت وما عندها عقيدة، مو صح؟ اي تفضل. خالص على المؤسسات العسكرية ان لا تكون منتزمة الى احزاب او مؤسسات سياسية. نعم. المؤسسة العسكرية والامنية تكون وطنية للبلد. ويخلون يعني دولة قانون احزاب، مو هو ستنحزب تعرف انت يا اللي يحكمنا. فهذا الغلط، الميليشيات والهذا هذا غلط ماما. هذا انتمائهم. طيب شلون شلون راح تتحقق هذه الشروط اللي حضرتك تفضلتي وذكرتي؟ شلون راح تتحقق العدالة والأمن للبلد؟ لا لا بس سيدة أم ياسمين، شلون راح يتحقق نعم. اللي تفضلتي به، وهو أنه يجب أن تكون هاي المؤسسة العسكرية ذات ولاء مطلق أي. مطلق للوطن وللشعب، شلون؟ صح شلون؟ إيه فما يصير، ما يصير الأحزاب على هو اللي يجي، اللي يجي ينتخبونه لازم هو يكون منظم ثقافيا وعلميا خدمة للوطن خالص. يعني كأن أنا شلون أروح أشتغل بمستشفى؟ أنا ما أشتغل الواحد، أنا أشتغل للبلد كلها. تدمر طبة وراح يكسرون الجامعة. أنا بس أريد أسأل سؤال أخير، لأنه يعني بس حتى يوصل سؤالي بشكل أوضح. أي. هل تقدرين اليوم سيدة أم ياسمين تبنين على أرض رخوة، أرض مو نعم. ثابتة؟ يعني هل تقدرين اليوم تبنين على أرض طينية؟ أنت تريدين أرض لا. قاعدة ثابتة صلبة حتى تبنين عليها، صح؟ إذا العلاجات ويا هاي الحكومة اللي دمرت البلد وأسست بيئة وأرض تعبانة لا تصلح للبناء فوقها، يجب أن تزال صح. وتهدم وبعدين صح. نبني بيئة وطنية حقيقية. يعني معناها صح. السؤال هو هل نقدر نبني ونعمر البلد في ظل وجود نعم. هاي الأحزاب؟ لا غلط 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 غلط. هو يعني هم هسه خلينا نظرون الباقي الدول البلدان، أكو واحد يتدخل بيها ولا من أي دولة؟ أكو دولة جوار قاعد تتخذنا يعني مسرح للصراعات. هي دول الجوار مسرح للصراعات وهي غلط هذا. نعم. فما يصير إحنا نروح نتدخل بغير دولة، ما يصير. لازم نعيد أفكارنا الوطنية. ما يقدرون أصلاً حتى الدين والأدب والأخلاق. نعم. وخدمة الوطن. نعم. صح لو لا خالص. صحيح صحيح. نعم. مضبوط. إيه؟ أشكرك سيدة أم ياسمين، شكرا جزيلا كنت معنا من البصرة. وإضافة فقط للي تفضلتي به، هم لا يستطيعون أصلا التدخل في شؤون دول الجوار، ذول اللي يحكمون العراق لا يمتلكون القدرة ولا الإمكانيات إن هم يتدخلون في شؤون الدول المحيطة بنا، لأن الدول المحيطة بنا دول ذات قرار مستقل، ذات سيادة، ذات استقلال واستقرار أمني، ودول تدير أمورها وشؤونها بشكل طبيعي وحياة منتظمة للناس، وكو اقتصاد وكو حركة ماشية. احنا شعدنا مقاومات اللي موجودين في العراق ذولا توابع، الناس العراقيين يقولون عليهم ذيول، ذيول الإيران وذيول الأمريكا وذيول الغيرها، ما عندهم ولاء للبلد، ما عندهم لا قرار
ولا سيادة ولا استقلال، وهذا اللي يصير مؤخرا من قبل أمريكا للقصف المستمر على هذه المقرات، والضرب من قبل الحشد على مقرات البيشمركة، وصراعات الميليشيات اللي موجودة بالشوارع اليوم، والصراعات العشائرية وفوضى السلاح وغيرها. تأكد أنه هذا البلد غابة فعلا مثل ما وصفوه. لا يمكن أن يوصف العراق اليوم بأي شكل من الأشكال على أنه دولة حقيقية، مستحيل، لأنه ما بيه مقاومات دولة أصلا. خلونا نكمل الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى ملف آخر. مواطنون في محافظة بغداد اشتكوا من نقص مفردات الحصة التموينية وعدم استلامهم لمدة شهرين مستمرين من نهاية السنة الماضية، وطالبوا بضرورة متابعة الموضوع من أجل استلام الحصة التموينية كل بداية شهر وبصورة كاملة. خلونا نشوف ونسمع آراء المواطنين العراقيين وشكواهم بشأن الحصة التموينية. احنا بال 2024 ل 2023 شهر العاشر ماكو حصة، وال 11 ماكو حصة، وال 12 ماكو حصة. خلنا نسألهم هاي الحصة مال شهر الواحد لو القديمات شنو 14؟ 14 ماكو شيء. لا لا يا حصة هاي مال عاشر مال عام. مال العام؟ مال عام العاشر، ومو حصة كامل، بس العدس. بس العدس. بعد زيت، بعد معجون. ماكو. بعد شكر، بعد تمة. عاشر وين؟ عاشر، 11، 12، 1، 14 صار. ماكو. 14 ادفع ايجار المحل معزي. لا شنو؟ أمانة الله. هذا شنو؟ هذا عدس مال عام مال عاشر. مال عاشر، احنا كيفنا، قلنا الحصة مال شهر الأول. لا مال عام مال عاشر، هاي مال عام مال عاشر. مال عام؟ مال عام مال عاشر. يابا طلعت مال عام، أنا فرحت وقلت يا الله أول شهر بالسنة 2024 تجينا الحصة الأولى، طلع مال شهر العاشر. شنو؟ مو ست مواد، نقصوها مادة. راح. الحمص ماكو. راح الله وياك. راح الحمص. والشهر العاشر وينه؟ 10، 11، 12 ماكو. شو قد يعطونا اياه؟ هسه احنا بنص الواحد طونا مال 10. العاشر مال مال 23. ماكو. هاي العاشر هي بس العدس. نعم. بال 24. وبعد بنص الواحد يلا تكمل، بعد زيت، بعد تمن، بعد شكر. يعني بعد معجون. لا بس العدس ها قدامك. بعد شكر. يا بسمع عمي. احنا فرحت والناس جاي تركض، تجي تسال على الحصه العالم؟ تجي تسال يوميه يخابرونا ويجون للمحل. بس يسوي ماكو حصة. ماكو. نعم عبالي انه الحصة مال 2024 طلعت 23 ومال الشهر العاشر وبس عدس. شكر ماكو، تمن ماكو، زيت ماكو، ومعجون ماكو، وتجي بالتسلسل. وزير التجارة احنا بال 2024 وهاي الحصة جاية اول، يعني حصة بس العدس جاي من 2023. اتمنى توصل الرسالة. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. مواطن عراقي وثق رداءة مادة الأرز اللي تم استلامها ضمن مفردات البطاقة التموينية في محافظة البصرة. خلونا نشوف. خوي هذا التمن اللي طولنا يا بالبصرة، وكلام الله صار لي يومين اللي استلمت الكمية، وشوف القمل البي والريحة مالته يرات البس لك خوذه. زين يشهد الله ورسوله، لا قديم عندي ولا صار له هواي. البارحة أول البارحة جبت الكمية من الوكيل. زين والوكيل يقول لي إيش بيدي عليه، كان تم اللي انطونا يا كل هذا مقمل وبيريحة تعفونه. خلونا نتابع التعليقات على هذين المقطعين مشاهدينا الكرام. غازي يقول شعب تعبان وجوعان وناس تتلاعب بقوت المواطنين دون رادع أو محاسبة، إلى متى؟ تعليق من حسين يقول وزارة فاسدة بجميع شركاتها وبالخصوص الغذائية، متى تنتبه النزاهة وتفتح ملفات الفساد في شركات وزارة التجارة؟ العمر إبراهيم يقول إحنا بمنطقتنا غلسوا على 9 و10 ما نطونا، قمزوا على الشهر 11. عندنا تعليق من سعد العبيدي يقول يجب على أجهزة ودوائر الدولة أن تنتبهوا على حاجة المواطن وبالذات السلة الغذائية في ظل ارتفاع المواد الغذائية، لأنها تشكل في حياتنا أهمية وحاجة ضرورية، وعليه المفروض تصرف أول كل شهر لأنها من أبسط حقوق المواطن. فلماذا تصرف 10 سلات غذائية والسنة فيها 12 شهرا؟ يسأل سعد العبيدي. وخلونا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر ضمن
هذه الحلقة. ناشط عراقي وثق حالة وأرسل رسالة إلى العراقيين طالبهم فيها بالنهوض والثورة ضد الفاسدين والمتسببين بغياب الخدمات اللازمة بالمحافظات، وانتقد الناشط قيام بعض المسؤولين بالتباهي بمشاريع خدمية فاشلة وغير رصينة. خلونا نسمع. رجان اسمع الأخير، وأنا سالفتي اللي بيها رباط، رباط السالفة اليوم الشعب متوهم بين الخدمات اللي قاعد تصير، تبليط الشوارع وبناء وإعمار إلى 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 آخره، هذا مين من الموازنات اللي قاعد يشرحها أو يشرحها مجلس النواب للمحافظات أو للدولة العراقية؟ لا حبيبي، الشعب ترى أنت متوهم، وأما أنت غافل أو مستخفل ما أعرف أني، وإنما هاي من عاتقك أنت، من فلوسك اللي قاعد تدفعها للجبايات والرسومات وغيرها 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 وعلى أبسط الأمور. لو أضرب لك مثال، وزارة الصحة اليوم أبسط باص 2000 و3000 ما عدا العمليات إلى آخره، مديرية المرور العام اللي قاعد تقص منك وصولات وتفرض عليك جبايات ووصولات مال طرق وجسور وغيرها، وزارة النقل اللي أنا هسه واقف بقراج أحد الجراجات مال وزارة النقل إلا كل سيارة 5 إلى 10,000 دينار، وغيرها وكل الوزارات، كل الرواتب الموظفين هي كلها من كل وزارة تأخذ من وزارتها، والباقي كله بيجيبهم بالبنوك وغير البنوك. واليوم أنت يا شعب، أنت اليوم حاط لك واحد وقاعد تستعبده على أساس هو فارس. أضرب مثال على محافظ كربلاء، فارس على شنو؟ فارس فارس من جيبك اللي نهب، وأنت أسعد العيدان وغير أسعد العيدان ومحافظ النجف كان من يكون شوية عيب. يا أخي يعني يقول لك إذا الشعب أراد الحياة فسوف يستجيب القدر. يا أخي القدر مو هذا القدر، هذا مو قدرك، قدرك الله انطاك هالعقل هاي وانطاك هالشخصية هاي. اليوم أنت تخلي واحد يستعبدك وتخضع له على شنو؟ من أجل شنو؟ رباط السالفة عيب. وصلنا نفسنا إلى بد مرحلة، العملاء والمرتزقة اللي هم أصلا كانوا يستعبدهم أسيادهم، واليوم أنت خلوك مستعبد لهم. يا أخي لا متى هذا؟ احنا لا متى راح نضل هيك؟ فمعلومه هاي خليها ببالك يا اخي، كافي بعد كافي. اليوم انا واقف يوم واحد واسميه فارس واشيل له سيف واطيه اياه، فارس شنو؟ شنو اللي حققه هو؟ راح تقول لي سوالي شارع وسوالي هاي، هي هاي الفروسيه؟ مع الاسف عليكم، هي هاي القياده؟ مع الاسف عليكم، شنو اللي سواه؟ ننتقل الى مقطع ثاني ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. مواطن وثق رداءة تبليط شارع الكوفه في محافظه النجف اللي تم افتتاحها حديثا في ظل غياب الرقابة ومحاسبة الجهات المتسببة عن هدر المال العام. خلونا نشوف. من شارع الكوفة اللي قبل اسبوع انفتح، هذا شارع الكوفة. يعني اليوم انتم جاي تضحكون على العالم، هذا شارع الكوفة اليوم بعد انفتاحه قام يطلع حصو. انا ما شايف تبليط يطلع حصو يا محافظ النجف، ثق بالله. هذا تبليط المحافظ يا رئيس الوزراء، انا ما شايف تبليط يطلع حصو ويطلع رمل. يعني انتم خابطيننا نفط اسود وحصوات وجايبينهن. هذا شارع الكوفه يعني مليارات مليارات ذبيتوا عليه، باوع تبليطنا محافظه النجف بالماسحه، هذا التبليط بالماسحه. يعني اليوم جايبين حصو ونفط اسود وذابينه على على شارع الكوفه. يعني هذا مطره وحده وما صار له 20 يوم تمشي عليه السيارات، تحفر وقام يطلع حصو. زين احنا هم بعد يعني ورا شهر او شهرين هم نرجع نقلع التبليط ومليارات نذب على شارع هو مشتغلينه قبل سنه او قبل شهرين؟ يعني ليش هاي المليارات؟ ليش هيك ماكو متابعه؟ نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. نبقى بملف الخدمات وفساد المشاريع الخدمية بالنجف، حيث وجه ناشط رسالة إلى الجهات المعنية بالمحافظة وطالبهم بمتابعة المشاريع الخدمية. ووثق الناشط من خلال المقطع اللي صوره سوء تنفيذ جسر الحسانية اللي كلف الدولة أكثر من 500 مليون دينار عراقي بحسب ما ذكر الناشط. خلونا نشوف. أعتقد رسالتنا الأخيرة هاي لإلقاء الحجة، هل يسمعنا محافظ النجف قائد ثورة الإعمار؟ هذا الجسر اللي صار عليه الحادث، لأني الجسور ما أعرف يسمونه تقفيص تشبيج يسمونه، ما أعرف يسمونه هندسي. تعال عم نشوف الصبة مات التشبيج.
هذا يسمونه تسوي اسمع عرف شنو هاي الصبه صار لها 20 يوم انا ما اعرف هسه شنو هاي يمكم هاي بايدي اني كمواطن لا هاي ما اعرف صابينه شنو. خلونا نشوف التعليقات على هذا على هذه مقاطع مشاهدينا الكرام. حسين يقول مشاريع تقودها ناس غير مهنيين اكيد هكذا تكون النتائج. عندنا فائز يقول واضح الشغل تلزيق، المفروض هذا الطريق ما يستلم وعدم اعطاء المستحقات كامله للمقاول واعاده النظر بكل المشروع ومساءله المسؤولين. زيد يقول هو لو اكو مسؤول يتابع اكو حرامي يقدر يبوق بس مصيبتنا كبيرة. وأياد يقول مشاريع يقودها ناس غير مهنيين وغير كفؤين ومن يساعدهم بتلك الأعمال غياب دور المؤسسات الرقابية والمحلية وعدم متابعتهم للأعمال أثناء التنفيذ وهو يؤشر ارتباطهم واستفادتهم من منفذ العمل مهندسا أم مقاولا. خلونا سريعا نسمع رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله الوقت ضيق للغاية فأرجو من حضرتك الاختصار وتفضل حياك الله. أستاذ العزيز احنا ضاعت لحانا بين حانا ومانا. نعم حبيبي هسه انا اقول لك صلاح الدين بقضاء من الاغبيه اكو شارع تبي انت تبلط تبلط لو 75 ولحد الان كانما البارحه مبلط. نعم من يقول لك والله رداء جابوه عامل هو عامل انت شايف عامل وقتي عامل وقتي بعقد بعقد يطلع يكشف مكان مهندس وين كل شيء. نعم المهندس تلزق المسؤول تلزق يا عمي ناس حراميه وناس كذابه وتلقي راكبه جكساره وجكساره ما راكبه لا هو ولا ابوه ما راكب بايسكل مين ركبها غير من فلوس مال العراق؟ نعم هكذا العزيز وياك يا سيد ابو عبد الله. نعم وناس مو كفؤين وانت ارجع لورا وجيب الكفؤين وشوف شلون يصير شغل والصرف اللي يصير بمكانه وشوف شلون يصير شغل. نعم بس الناس كان شتنا ناس حراميه ناس عصابات. نعم ابو عبد الله انا اشكرك واعتذر منك طبعا الوقت لانه داهمنا. بقى عندي فقرتين اخذهن على السريع مشاهدينا الكرام. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء في هذه الحلقة على الذكرى تأسيس الجيش العراقي 103 سنوات هو عيد وعمر الجيش العراقي اللي تم تأسيسه بعقيدة دمرها الاحتلال الأمريكي بعد 2003. أسس مجموعة من خليط ومن الميليشيات من المرتزقة دخلهم هذا الجيش صار جيش بعيد عن العقائدية جيش ولاء للأحزاب ولاء للآخرين ولا يملك ولاء ولا عقيدة للوطن والمواطن. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع. We'll be right back.
واسم اليوم في فقرة هاشتاج مشاهدين الكرام هي عن الجيش أو عيد الجيش العراقي. نور الجنابي تقول: هل سيحتفل هادي العامري بعيد الجيش العراقي بعد أن تلطخت يداه بدماء منتسبي هذا الجيش لمدة 8 أعوام عندما كان يقاتل مع إيران ضد العراق؟ عندنا تعليق من تمارا تقول: الفخر والمجد للجيش العراقي صاحب التضحيات وليس لقوات أشبه بالحرس الثوري الإيراني. ملا عبود يقول: كيف تسمح المؤسسة العسكرية الرصينة للجيش العراقي بأن يشارك الحشد الشعبي بكردوس في الاستعراض العسكري بمناسبة 103 سنوات على تأسيس الجيش العراقي، وبنفس اللحظة يشارك الحشد الشعبي بمناورات عسكرية مع الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي؟ هل تم ذلك بموافقة القائد العام؟ مهيب يقول: فرق من شفنا استعراض جيش تحت قوس النصر طالع منتصر من حرب طاحنة ومحارب الدنيا كلها ومصنف رابع على العالم، واليوم نشوف بنفس المكان استعراض جيش يخاف إذا طلع المحتل، إذا يطلع المحتل تسقط الحكومة. هذه التعليقات اللي وردت مشاهدينا الكرام بهذا الموضوع، جئناكم بشيء بسيط منها طبعا. وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.